يقدم سانتا هديته للأسواق في كل عام في الخمس جلسات الأخيرة من كل عام، بالإضافة إلى أول جلستي تداول من العام الجديد. هذا العام هو مختلف، ليس فقط بسبب تداعيات كورونا، ولكن ربما سانتا قدم هديته للأسواق في شهر نوفمبر وليس في ديسمبر كما جرت العادة. ما الذي نتحدث عنه عندما نتحدث عن السانتا رالي؟ هو عبارة عن ارتفاعات في المؤشرات الأمريكية تكون في آخر خمس جلسات تداول من كل عام والجلستين الأولى من كل عام جديد، اعتدنا عليها على مدى السنوات الماضية منذ العام 1940. كنا دائما ما نشهد هذا الأداء القوي بالنسبة للمؤشرات الأمريكية خلال الجلسات الأخيرة من التداولات لكل عام، وهي تعطي أيضا حتى مؤشر حول أداء المؤشرات الأمريكية المتوقع للعام الجديد. هنا ننظر إلى هذا الرسم البياني الذي يوضح أداء مؤشر الـ S&P 500 في كل من الأعوام من 2010 حتى 2019. في الأحمر هنا ننظر إلى السانتا رالي والأداء للعام الجديد فيما يعقب السانتا رالي. في العام 2011 شهدنا سانتا رالي بتقريبا نقطتين مئويتين، أداء العام 2012 شهدناه بمكاسب بأكثر من 13.4%، كذلك الأمر بالنسبة للعام 2012، بينما في العام 2014 لم نشهد هذا الرالي في السبع جلسات تداول المعنية، وبالتالي كنا قد شهدنا في العام 2015 تراجعات على المؤشرات الأمريكية بقرابة 17 نقطة المئوية. هذا الموضوع هو ليس أساسي في كل عام، قد نجد أعوام تخالف هذه النظرية، ولكن معظم الأعوام التي نظرنا إليها تاريخيا نشهد فيها بأن السانتا رالي يؤثر على توقعات المستثمرين وعلى أداء الأسواق للعام اللاحق. ما هي التحديات التي قد تواجه سانتا رالي للعام 2020؟ بداية، الصعود القوي الذي شهدناه بالنسبة للمؤشرات الأمريكية وتحديدا بشهر نوفمبر. شهدنا الـ S&P 500 يصعد بأكثر من 10%، الناسداك بأكثر من 11%، حتى الرسل 2000 الذي يعنى بشكل أكبر بالأسهم الصغيرة السمول والميد كاب وليس الأسهم الكبيرة صعد بمستويات تاريخية. وبالتالي ربما سانتا رالي ربما قد بدأ في شهر نوفمبر وانتهى في نهاية شهر نوفمبر، وخصوصا أن هذا الشهر حمل بعض الأخبار الإيجابية للأسواق وعلى رأسها الأخبار المتعلقة بلقاحات كورونا، والتي عول عليها المستثمر بأنها تعني إعادة فتح الاقتصاد. وبالتالي حتى شهدنا نوع مختلف من التدوير، التخارج من قطاع التكنولوجيا، الدخول للفاليو ستوكس على إثر آمال التعافي واللقاحات، الحزم المالية، قرارات البنوك المركزية، هذه القرارات التي أيضا تعطي دفع بالنسبة للأسواق. حزمة الإغاثة المعنية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي توعد بها الأسواق عندما وصل التشريع الخاص بـ 900 مليار دولار إلى مكتبه، طالب الحزبين الجمهوري والديمقراطي بحزمة أكبر. نانسي بيلوسي زعيمة حزب الديمقراطي وافقت على هذا الطلب، ولكن الحزب الجمهوري عارضه، وبالتالي لا يزال لدينا حالة عدم يقين تجاه حزمة الإغاثة، حزمة التحفيز المالي، وهي قد تكون عائق أمام سانتا رالي في الجلسات الأخيرة من العام 2020. أخيرا، السلالة الجديدة من كورونا، وهنا لدينا نوع من الديبيت. تفاعل الأسواق مع هذه الإعلانات عن سلالة جديدة لكورونا والمخاوف المتعلقة بها لم يأتي كما شهدناه خلال الربع الأول من هذا العام، وخصوصا بأن الأسواق والمستثمرين باتوا كأنهم تعودوا على الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا، وخصوصا بأنه كان لدينا أخبار إيجابية أكثر تتعلق باللقاح. هل عامل دخول رئيس جديد للبيت الأبيض وهو جو بايدن له تأثير على السانتا رالي؟ تاريخيا الموضوع لا يمكن حسمه، وخصوصا إذا ما نظرنا إلى أداء المؤشرات الأمريكية في الفترة ما بين عملية الانتخاب والإعلان عن النتائج وفترة التنصيب. في حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتفعت المؤشرات الأمريكية بأكثر من 5.8%، ولكن في حالة رؤساء آخرين كان هناك نوع من التباين في الأداء. لا ننسى بأن الرئيس جو بايدن هو رئيس من الحزب الديمقراطي، ربما يميل بشكل أكبر
نحو موضوع رفع الضرائب على الشركات، وبالتالي لا يمكن الحكم على هذا العامل لوحده. ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة لأداء شهر ديسمبر؟ الأسهم التي قادت الرالي بشهر نوفمبر كانت هي عمليا أسهم القيمة، بينما أسهم النمو ارتفعت فقط ب9%. إذا كنا سنشهد رالي خلال الجلسات القادمة، ربما ستأتي من أسهم القطاع التكنولوجي الذي قد يعود ليشع من جديد.